بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله مساء في هذه الفترة الجديدة لقاء خاص. يسرنا في هذه الفترة أن نتحدث عن الإشكاليات التي تواجه الإشكاليات الدستورية في الفترة الانتقالية. يسرني من داخل الاستوديو أن أرحب بضيوفي البروفيسور ياسين عمر يوسف، أستاذ القانون الدستوري بجامعة النيلين. أهلا مرحبا بك بروف. مرحبا بالمشاهدين ان شاء الله. كما ارحب بالاستاذ امين بناني نيو، المحامي والبرلماني السابق. مرحبا بك استاذ امين. اهلا وسهلا. كما يسرني ايضا ارحب بضيفي الكريم الاستاذ المحامي ساطع الحاج. اهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله، واهلا بكم بقناه ام درمان. اهلا مرحبا بكم الاخوه المشاهدين في هذه المساحه. نتحدث حول الاشكال الدستوري في الفتره الانتقاليه في ظل الظروف التي تعيشها البلاد هذه الايام. نخرج الى الكنترول نطالع تقرير ثم نعود. يشهد السودان تصعيدا بارزا على خلفية المظاهرات الأخيرة بعد عزل الرئيس المخلوع عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف. أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن، كما أعلن الآتي: أولا، تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين. تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي ل2005. إلا أن التظاهرات قد استمرت منددة بتولي ابن عوف ورفيقه عبد المعروف لأمر البلاد، مما دعاهم للتنحي وتعيين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. شعب السودان الكريم، حتى يتهيأ المناخ استكمال مشروعكم المبارك لبناء دولة المؤسسات، نعلن الآتي: إلغاء حالة حظر التجوال، إطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، الاهتمام اللازم بترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية والإقليمية التي صادرة عليها السودان. كانت الفترة الانتقالية في السودان برئاسة إسماعيل الأزهري في ديسمبر من العام 1953 واستمرت لمدة سنتين، تميزت بالهدوء لكونها قائمة على الاتفاق بين دولتي الحكم الثنائي. وقد أثمرت تلك الفترة الانتقالية عن انتخابات نموذجية جرت في نوفمبر من العام 1953 بإشراف لجنة دولية ترأسها القاضي الهندي سكومار سون بالتعاون مع بعض القوى السودانية. وكانت الانتخابات حديث العالم، وعقب الانتفاضة الشعبية ضد حكومة الفريق إبراهيم عبود أجبر على إثرها على التنازل عن السلطة وتشكيل حكومة انتقالية. كانت هي الفترة الانتقالية الثانية في تاريخ السودان برئاسة سر الخاتم الخليفة في العام 1964، واستمرت في الحكم لمدة عام. وبعد انتفاضة أبريل من العام 1985 ضد نظام الرئيس السوداني جعفر نميري، تدخل الجيش لتفادي سوء الأوضاع الأمنية وتفشي الفوضى، معلنا بدء الفترة الانتقالية الثالثة التي استمرت أيضا لمدة عام واحد، بعد أن أعلن الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب وزير الدفاع والقائد العام لقوات الجيش استيلاءه على السلطة وإنهاء حكم الرئيس نميري. اليوم وبعد احتجاجات الشعب السوداني التي دامت لمدة 4 شهور انتهت بخلع الرئيس السابق عمر البشير وأعوانه، تشهد البلاد الفترة الانتقالية الرابعة في تاريخها والتي لم تتضح ملامحها بعد من حيث الإشكالات الدستورية التي سوف تحكم الفترة الانتقالية الرابعة، والتي تتفاوت فيها المدة ما بين عامين حسب رؤية المجلس العسكري وأربع أعوام التي طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير، فضلا عن بعض الأحزاب التي نادت بعام واحد. لنختلف مع المجلس العسكري المدى الزمني. الفترة الانتقالية عندنا يا جماعة، احنا عاوزين الفترة الانتقالية أقصى شيء عام واحد، أو تشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي من دون محاصصة لا تستثني أحدا، وفق برنامج وأولويات في مقدمتها: وقف الانهيار الاقتصادي وإنهاء عزلة السودان الخارجية وتحقيق السلام
والإشراف على قيام انتخابات حرة ونزيهة. شكرا لكم الضيوف الكرام. تابعتم أستاذ أمين وأستاذ ساطع بروف ياسين هذا التقرير الاستفتاحي الذي تحدثنا فيه باختصار عن التاريخ التحول الدستوري في البلاد. لو بدأنا بروف ياسين، تعلم أنه هنالك فترات في تاريخ السودان كانت طويلة تخللتها عدد من المراحل الانتقالية. هل لك أن تضيف لنا شيء مما سمعت في هذا التقرير يعني كبداية لهذه الجلسة؟ والله ما في إضافة جديدة، يعني نحن متوقعين الجديد. متوقعين الجديد في الفترة الرابعة. أستاذ أمين، كيف تقرأ هذه التراكمات التاريخية بالنسبة لل التقرير من حيث هو سرد الواقع التاريخية صحيح، ولكن العبرة هي أن نستخلص الدروس من كل مرحلة من هذه المراحل، عن طبيعة الإشكالات التي تتم في كل فترة من هذه الفترات كانت تختلف عن الأخرى، لكن كيف نستفيد من ذلك في إدارة المرحلة الحالية بعد الثورة؟ صادع، ماذا تقول؟ التقرير ممكن أقرأ منه بوضوح كامل إنه نحن منذ عام 56 حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نتوافق على دستور، وهذا يعني أننا لم نستطع أن نتوافق على عقد اجتماعي ما بين الشعب وما بين الدولة عشان نقدر نحدد الفواصل والمهام المختلفة. فعدم توافقنا وفقا للتقرير منذ 53 الحقيقة على دستور يحكم كيف نحكم، بالتالي الإجابة كيف نحكم ومن يحكم ظل الأسئلة دي ظلت موجودة ومعلقة منذ عام 56 وحتى هذه اللحظة. وده واحد في تقدير الآن من مهام ثورة ديسمبر أن تجد إجابة نهائية وشافية لهذين السؤالين، كيف نحكم ومن يحكم السودان وكيف تقسم السلطة وكيف تقسم الثورة. بروف ياسين، من خلال خطاب السيد رئيس المجلس العسكري الأول الذي تنحى بعض الضغوط المتواصلة من الشارع السوداني، تحدث السيد رئيس المجلس العسكري السابق والمخلوع عن تعطيل الدستور وفق الإجراءات الكثيرة التي تقدم بها. دارين نعرف في إطار العملية الدستورية كيف لدستور يمكن أن يعطل مباشرة عبر جهة إنقلابية مثلا، وبالتالي يكون في إلى حد كبير خلل في مسألة الحياة الدستورية في البلاد، وكيف يمكن أن تعوض هذه المساحة تحديدا، وما هي الآليات التي يمكن أن يعطل بها هذا الدستور في خلال أنظمة الحكم الموجودة؟ الأصل أن الدستور يعدل ويلغى بالطريقة التي وضع بها، يعني لو جاءت جمعية تأسيسية وضع الدستور هي اللي بتعدل وبتلغي، ولكن في الظروف الاستثنائية إنه الدستور بيلغى عن طريق الانقلاب أو عن طريق الثورة، وهنا ما بيكون في فراغ، لأنه الثوار المجلس سواء كان ثوري أو عسكري هنا يصدر مراسيم دستورية. عبود أصدر 5 مراسيم دستورية. الدستور الأول الأمر الأول يعني قال المجلس الأعلى هو السلطة التشريعية، المجلس الأعلى هو السلطة التنفيذية، المجلس الأعلى هو السلطة القضائية، ثم نص المادة الأخيرة أن المجلس فوض رئيس المجلس لممارسة هذه السلطات الثلاثة، يعني جمع كل السلطات الثلاثة في مجلس واحد. الدكتاتورية منتهى الدكتاتورية. نعم. لما جلس برضه في ظل ناس 64 جلس 69 في 64 لما قامت يعني الثورة وشك المجلس عسكري عالي ومجلس وزراء، كان التشريع بيظهر بيناتهم الاثنين، المجلس بيمثل السلطة السيادية، مجلس الوزراء بيصور السلطة التنفيذية، فلذلك الاثنين كان في مشاركة في التشريع. هسه شايف هنا في اتجاه يعني يعمل يعني مجلس السلطة التشريعية، فكان الأمر ماشي بهذه الصورة. لما جاء الانقلاب بتاع النميري مشى برضه
بأوامر جمهورية إلى أن عمل دستور 73. في ظل 85 أيضا أخذنا بنفس النظام اللي كان مشي في ظل 64، ولكن نص على عمل جمعية تأسيسية. طبعا الجمعية التأسيسية عملت كان عمرها كلها 3 سنوات. طيب تعال شارك أستاذ أمين. أستاذ أمين، هذه الفزلكة التاريخية للدستور وما زالت المراسيم الدستورية اللي بتحصل أحيانا من المجالس العسكرية، معروف أنه المجالس العسكرية دوما عندما يحصل انقلاب يتكون مجلس عسكري، هذا المجلس يظل هو إما مجلس عسكري أو مجلس سيادة يظل يتولى أمور البلاد. نحن دارين إلى حد كبير نقرأ، هل طيلة الفترات اللي حصلت فيها الانقلابات هذه المجالس كانت متسقة مع بعضها البعض بتعطي ذات الوظائف، ولا زي ما ذكر دكتور بروف ياسين هنالك بعض المجالس اتسمت بالدكتاتورية يعني؟ وطبعا التطور الدستوري مربوط بطبيعة النظم السياسية التي تحكم المرحلة، هذه علاقة القانون الدستوري بالنظم السياسية. وفي كل مرحلة من مراحل تاريخ السودان كان هنالك سمات أساسية للمرحلة المعينة فيما يتعلق بالأوضاع الدستورية، يعني مثلا نظام الفريق عبود نتيجة لخلافات الأحزاب هي خاصة الكبيرة استولى على الحكم، ومباشرة هو لغى دستور الانتقال إلى 54، لكن استعاض عنه بالمجلس المركزي. بالمجلس المركزي ليقوم بعملية التشريع. مجلس عسكري ولا مجلس سيادي؟ هذا يسمى المجلس المركزي. المجلس المركزي. وفي يعني مجلس عسكري. كل السلطات كما ذكر البروف وفي يعني لأنه تحول نظام دكتاتوري قابض. لكن مجاملة أسس المجلس العسكري. وشارك فيه بعض المثقفين يعني. وشاركت فيه بعض الأحزاب مثل الحزب الشيوعي السوداني شارك في تلك المرحلة ودخل المجلس العسكري. لكن عندما اشتد الصراع وجاءت أكتوبر، طبعا أكتوبر مباشرة نقلت البلاد إلى أوضاع ديمقراطية، نظام تعددي برلماني، و اتجه مباشرة إلى انتخاب جمعية تشريعية. حصلت أزمة كبيرة جدا بين القوانين السياسية، وأكتوبر انتهت لانقلاب عسكري، هو انقلاب الرئيس نميري مع بعض القوى السياسية، نفس قوى التغيير الحالية هي التي قامت مع نميري بالانقلاب على مرحلة ما بعد أكتوبر. ودي يعني مباشرة اتجهت حكم البلاد عن طريق مجلس ثورة في إيده كل السلطات مع حكومة مدنية مخلوطة. هل هو كان مجلس عسكري صرف ولا مجلس هاي سأتي لهذه النقطة فيما بعد. طيب دعني شارك لا أقول يعني دعني أستكمل هذه السلسلة. لا فضل. بعد ذلك طبعا حصل انقلاب على نميري، والجيش تدخل وساند الشعب، ولكن السلطة كانت عند المجلس العسكري لعام واحد مع حكومة مدنية يعني. النقابات والأحزاب يعني لعبت فيها دور كبير وعمل الدستور انتقالي، حتى من بعد ذلك جاءت الإنقاذ وقضت على تلك المرحلة وحكمت بمجلس ثورة لفترة 3 سنوات فترة انتقالية، ومن بعد يعني عمل الدستور وعمل المجلس التشريعي وكده. الملاحظة الأساسية عندي في هذه النقطة هو أنه المجالس الرئاسية مربوطة بعملية الانتقال الكلي للسلطة من العسكر إلى الشعب في ظل انتخابات عامة وحرة ونزيهة. يعني أي مجلس رئاسي أو أي مجلس سيادي
ما تم في فترة انتقالية، وإنما تم في مرحلة ما بعد الانتقالية. مرحلة ما بعد الانتقالية، وهذه ملاحظة طبعا مهمة جدا مفيدة بالنسبة لنا الآن في ظل الحوار السياسي والحراك السياسي الحاصل حاليا، إنه تكون في منادى بتشكيل مجلس رئاسي في الفترة الانتقالية. وهذا هو بغض النظر عن وجهة نظري في هذه المسألة، هذا هو الاختلاف الحادث الآن بالنسبة لعملية التطور. هل ممكن يقوم هذا المجلس الرئاسي مقام الحكومة مثلا الانتقالية برئيس وزراء، ولا هو لا هو المجلس الرئاسي او مجلس السيادة في في في, في ظل التطورات الدستورية كان هو يمارس اعمال السيادة فقط، ولأن النظام برلماني وتعددي، الحكومة بتكون منتخبة من من احزاب الأغلبية، وتكون هناك جمعية تشريعية تأسيسية، قامت جمعيات تأسيسية في تلك المراحل. لكن في ظل الانقلابات العسكرية مثلا فترة ثوار الذهب، فترة نميري، فترة عمر البشير، ما في مجال السيادة، بتكون فقط في مجلس عسكري هو بيمثل السيادة ويقوم بعملية التشريع وبيعين الحكومة يعني ماخذ كل الصلاحيات العسكريه والتنفيذيه. نعم، كما هو الاتجاه الان سائر، انه الان المجلس العسكري الانتقالي الحالي هو الان الحاكم، يعني هو المجلس الحاكم في ايد سلطات السياده، والان هو بيصدر في مراسيم دستوريه لتنظيم الحياه، وهو يتجه مع المدنيين لتشكيل حكومه مدنيه، سميها حكومة تقنوقراط، حكومة أحزاب، أيا كان الأمر، هذه طبيعة المرحلة. فأنا عاوزين نستفيد، دائما نستفيد من تجاربنا السابقة لنتلافى بعض مواطن. طيب دعني أشارك الأخ أستاذ ساطع الحاج، ليس معود أستاذ ساطع، وكل هذه الفترة التاريخية لكل الفترات اللي حصلت فيها انقلابات عسكرية وحصلت فيها حتى حكومات انتقالية، هل لك أن تقارن بين هذه الفترات والفترة الموجودين فيها الآن من حيث اتساع القوى السياسية، اتساع الأفق السياسي نفسه، التطور الكبير الذي جرى الآن؟ هل ممكن أن نقارن بين الفترة التي أتت فيها فترة انتقالية الأولى والثانية والثالثة، والآن بنتحدث عن فترة انتقالية ممكن تكون رابعة أو رابعة؟ طيب، أولاً السودان يمكن عبر مراحل من 56 حتى الآن بالنسبة للمجالس العسكرية يمكن حكم بأربع مجالس عسكرية. المجلس الأول هو مجلس الفريق عبود، والمجلس الثاني هو مجلس المشير سوار الذهب، سوري المشير جعفر نميري، والمجلس الثالث هو المشير سوار الذهب، والمجلس الرابع هو الرئيس السابق، يعني خلينا في برنامج محترم ونقول الرئيس المخلوع، لكن هو مخلوع والله، يعني ذات نهاية لا خلاف عليها، كون الشعب يطلع بالملايين دي كلها، دي أنا أفتكر دي يعني حاجة المهم. وثم المجلس الحالي، جميع أو معظم المجالس الفاتت استمدت يمكن شرعيتها لحد كبير باستثناء مجلس شوار الذهب، استمدت شرعيتها من البندقية. مجلس عمر البشير ذات نفسه استمد شرعيته من البندقية، مجلس جعفر نمير استمد شرعيته من البندقية، مجلس عبود استمد شرعيته من البندقية. الآن الوضع المعقد المخلوق الآن، المجلس العسكري الموجود الآن حاليا الشرعية بتاعته، نعم في سيول الآن في موضوع الشرعية، لكن لا نستطيع أن نقول والله إنه شرعيته جاءت نتيجة من البندقية أو متكئة على البندقية. المجلس العسكري في تقديرنا الآن شرعيته جاءت من جماهير، ملايين الجماهير من المواطنين السودانيين، ولذلك هذا المجلس حيكون مضطر أن يستجيب لمتطلبات هذه الشرعية، ما حيتحرك على كيفه، يفترض أنه ما يتحرك على كيفه، يتحرك وفقا لمتطلبات وضوابط الشرعية اللي أنت جيت تمثلها أو جيت عشانها. ومن هنا قلنا أنه المجلس العسكري الآن من مهامه مش أنه يحكم، قلنا مهامه إنه يأمن ويحمي الانتقال السلس للسلطة. في كل الخطابين التي قدمه سواء كان الرئيس المخلوع
أو الرئيس الموجود الآن في المجلس العسكري ما تحدث عن استمرارية بقدر ما تحدث عن دور سيادي محدد والعمل مع القوى السياسية الأخرى لتكوين حكومة انتقالية أو مجلس انتقالي. نعم شوف نحن نحترم المجلس العسكري رئيسا ونائب رئيس ونثمن الدور الكبير اللي بيقوموا به الآن وكذا، لكن يقولوا ولا ما يقولوا ده موضوع ما دارت نتكلم فيه. أنا بقول بشكل واضح إنه المجلس العسكري الآن بيختلف عن المجالس التشريعية السابقة، المجالس العسكرية السابقة في السودان من حيث الشرعية باعتبار ده شرعيته مستمدة من الميدان، وشرعية الميدان قالت إنه المجلس ده عليه أن يحمي مجلس أن تحمي الانتقال السلس من النظام الدكتاتوري السابق للحكومة المدنية بقيادة الحرية والتغيير. ده المانديت المفترض إنه ينفذه هذا المجلس، ولذلك نحن الآن عندما تم تعليق التفاوض مبارح مع هذا المجلس، لأنه في تقديرنا إنه في بعض المحسوبين في هذا المجلس بدوا يتجاوزوا هذا المانديت ويتحركوا بشكل خارج الأطر المفترض إنه يتحركوا في خلالها أو من خلالها لتسليم السلطة فعلا لحكومة مدنية ومجلس سيادة مدني وبرلمان مدني، وده اللي أدى إلى تعقيد الأمر وإعلان بتعليق المفاوضات مش وقف المفاوضات. إحنا قلنا تعليق المفاوضات، وفي فرق كبير في بين المصطلحين، والحين إزالة العوائق الموجودة في المجلس العسكري اللي حاولت تضع عوائق في اتجاه. نعود لهذه المسائل في التفاصيل لاحقا. بروف ياسين، في حالة تعطيل الدستور دوما وحدوث الفترات العسكرية، أنت ذكرت في أنه في القالب تدار المسألة بمراسيم عسكرية مثلا، نعم. هذه المراسيم هل هي فعلا لها الشرعية الكاملة في أنها تستمر لحد ما تقوم الفترة الانتقالية المتفق عليها؟ نعم. تمتلك كافة الشرعية؟ نعم. في فرق بين الدستور والوثيقة الدستورية. نعم. وهي المراسيم الدستورية دي ليس هي دستور، ولكن وثيقة دستورية طالما بتعلق بنظام الحكم. فالمجلس الآن بيصدر مراسيم قد تكون دستورية إذا كانت بتتعلق بنظام الحكم، ومراسيم تنفيذية كسلطة تنفيذية بيمارس المجلس. يعني الآن المجلس بيمارس السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولو قلنا نحن المجلس ده يعني ما عنده استعمال هذه السلطة بيكون نحن نقول فرق دستوري، فلازم المجلس ده يمارس هاتين السلطتين إلى أن تشكل الحكومة الانتقالية وثم يجي مجلس سيادي. لكن المجلس السيادي لا يمكن أن يسبق المجلس الدستور المجلس العسكري. هذا يعني حيكون عندنا ثلاثة مستويات، عندنا مجلس سيادي. لا 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 المجلس لا 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 المجلس السيادي لما يجي خلاص الانتين المجلس العسكري. بيمشي هنا المجلس العسكري. يمشي طوالي يبيعوا سكناتهم شوي. يظل المجلس السيادي هو بديل المجلس العسكري. أيوة نعم ده بيصير الصوت. وتتكون حكومة بعد ذاك انتقالية أو مدنية أيما سميها. وبعدين يتكون مجلس مؤقت تشريعي. أو المجلس السيادي يمارس السلطة التشريعية مع مجلس الوزراء زي ما كان في ظل سوار الذهب. لكن الآن هذا المجلس هو لازم يمثل السلطة الدستورية. أبينا أم رفضنا لازم يمثل في وضعه الحالي الآن. أي وإلا نقول نحن في فراغ دستوري. طيب أستاذ أمين، قبل ما تعلق على النقطة شايفك عندك تعليق، أنا أديك السؤال من ثم تعلق على السؤالين مع بعض. ممكن تعلق على سؤال ذكرناه لبروف ياسين، لكن إلى حد ما في الوضع السياسي الراهن الآن أيهما تراه هو الأنسب؟ هل حكومة انتقالية مع وجود المجلس العسكري أم مجلس سيادي مع وجود مجلس عسكري؟ نعم. هو طبعا السمة المشتركة في كل الفترات الانتقالية نعم هي مشاكل الأحزاب مع العسكريين. لعلنا يعني نذكر في التاريخ البروفيسور يكون قرأ هذه المسألة. يعني مثلا الفريق عبود عندما استولى على السلطة نتيجة لصراع الأحزاب نفسها، بمجرد ما استولى على السلطة بدأت القوى السياسية تثير الصراع داخل المجلس نفسه. مثلا معروفة كيف أن النظام عبود نفسه الصراعات داخل
المجلس العسكري كانت تحركها الأحزاب والانقلابات الكثيرة. وهذه مسألة حساسة بالنسبة للقوات وللجيش. الجيش دائما بنحاز للشعب، واحد من أهم الأسباب المحافظ على وحدته، وحدة الجيش ثم وحدة الشعب. فده حصلت في ظل النظام عبود، جاء نظام نميري كررت هذه المسألة، قام مجلس ثورة وسموها ثورة وانقلاب وكذا، لكن سرعان ما القوى المكونة لهذا المجلس بدأت تتصارع يعني، وتثير الصراعات في داخل مجلس نميري ومن داخل مكونات، وده أدى لاضطرابات وكذا، وأدى لانشقاقات، وأدى في النهاية لموت ومجازر وكذا، أنا ما داير أتحدث عنها في هذه المرحلة وكذا. ثم نحمد لفترة ما بعد الفريق ثوار الذهب إنه الأحزاب السياسية كان سلوك تجاه الجيش كان سلوك رشيد، يعني حصل تناغم كبير جدا جدا بين الجيش والشعب والأحزاب، أبدا في ظرف سنة واحدة استطاعت أن تنزل نفسها وتدخل إلى. هل هذا مرده لمسؤولية الأحزاب السياسية؟ ربما استشعرت مسؤوليتها وكذا، واستفادت من التجارب السابقة في ظل نظام الإنقاذ. طبعا ما كان في مدخل كبير بالنسبة للأحزاب للجيش وكذا، لأنه النظام قام وهو قابض على السلطة، وما قام عشان يعمل فترة انتقالية، قام ليحكم يعني بصورة مباشرة وكذا. ولكن القلاقل في داخل مجلس الثورة والجيش قامت من داخل المجموعة الحاكمة يعني، وهددوا استقرار القوات المسلحة، وحصل الانشقاق المعروف اللي هو إنه الجيش حسم السلطة لمصلحته ضد المجموعة الرئيسية اللي وراء هذا التغيير. للأسف الشديد يعني الشعب الآن احتمى بالجيش الثورة، هذه الثورة العظيمة، والشعب ثورة عظيمة، ودي ممكن يكون على خلاف الثورات السابقة. نعم الشعب مثلا احتمى بالجيش، احتمى به، والجيش حمى الشعب وحصل هذا التغيير الكبير. لكن ظلت بعض القوى السياسية الآن تحول هذا الاحتماء إلى نوع من الاعتصام وتشكيل الضغوط على المؤسسة العسكرية، وتهدد وحدة، وبدأت تصنف حتى أعضاء مجلس الثورة في وقت مبكر يعني، وده بيهدد وحدة القوات المسلحة، وقد يدفعنا إلى ما لا يحمد عقباه، على الأقل قد يدفعنا إلى أن العسكريين يتشددوا وأنهم يستولوا على السلطة يعني، ويتحول المسألة من ثورة لإنقلاب ويحصل ما يحصل. هذا السلوك يعني بفتكر أنه ما رشيد. عشان أقول هذه المسألة السلوك المرشيد سلوك الكلام اللي أنت قلته إنه في بعض أعضاء مجلس الثورة يعني مصنفين، أنت ليه تصنف الناس دي؟ دم مجلس عسكري وانحاز للشعب كله، وجيش بكل مكوناته انحاز للشعب. وانت علاقتك بالانحياز أصلا شو؟ لا ما يهمك انت علاقتي، انا ما بهمني، انا بهمني السلوك السياسي. مش انت شخصيا، انت كفكره وكحزب وعلاقتك بالانحياز اصلا شنو؟ كيف ما عندي علاقه؟ ما عندك اي علاقه؟ لا النظام السابق يعني انت جزء من النظام السابق اللي عمل على تعطيل السودان ووصلنا للنقطه دي. هنا في قناه تدافعي عن تدين الاعتصام، انت بتتكلم ليه عن المؤسسه العسكريه؟ وفي ناس خربوا المؤسسه العسكريه. انت تاريخك انت واحد من الناس والقوات القديمة، انت ناصر، انت ناجي، ما بتقدر النتيجة، ما بتقدر النتيجة. انا فوقيت الان بانه ده كلام ما بيتقال الان، دي فلول جاية، دي فلول، دي فلول جاية عشان تشوي الانتصار العظيم. الثورة الثورة ما لك مالك، انت ما عندك علاقة بالثورة، انت ما عندك علاقة بالثورة، انت خربت الشعب السوداني، انت خربت الاقتصاد السوداني، انت وصلت لحد النقطة دي. انت ما عندك علاقة بالثورة، انت ما عندك علاقة بالثورة. مولانا لا، انت عملت على تخريب البلد، انت عملت على تخريب البلد. شريف انت تتكلم عن المؤسسة العسكرية، انا المؤسسة العسكرية انت اللي خربتها، انت وش كنت شريف؟ كنت شريف اصيل في اي تخريب حصل في الوطن، انت شريف اصيل فيه، وده حقيقة ما بيخليك الان. انت واحد من الناس الذي يجد مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية. واصل انقطع من الحديث، ربما يكون لسخافة الأجواء السياسية وكثير من
الحرص على مسألة مسار البلاد هذه الأيام. يأتي حديثنا عن الإشكالات الدستورية في الفترة الانتقالية. أستاذ أمين، كنا نتحدث عن أيهما أقرب الآن في مسألة الحكم تحديدا في هذه الفترة الانتقالية التي نتحدث عنها، إنها الفترة الانتقالية الرابعة ما بين الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي. كنت تتحدث أنت في هذا الاتجاه؟ ماشي في هذا الاتجاه، وطبعا أنا بستمد عبارة التاريخ. نعم، حصل. وهذه المسألة هي فجرت صراع سياسي بيني وبين الأخ الأصغر المحامي ساطع الحاج. نعم. وعلى أي حال العبرة هو إنه هذا الشباب الرائع الذي فجر هذه الثورة عليه أن يحمي ثورته هذه العظيمة من صراعات الأحزاب. هذه مسألة مهمة جدا جدا. إذا أنا تجاوز عن كل، طيب ما الذي يمكن أن يكون هو الأصلح الآن لإدارة الفترة الانتقالية؟ هل الحكومة الانتقالية أم مجلس سيادي أم بغى المجلس العسكري؟ طيب أنا سأعبر عن رؤية الشخصية. نعم، رؤيتك الشخصية. رؤيتي الشخصية. نعم. إنه الآن الجيش انحاز للشعب وأسقط النظام البائد. نعم. سميه أي تسمية. والمجلس العسكري طلب من القوى السياسية إن هي تحدد رؤيتها في الفترة الانتقالية اللي أعلن سنتين، وطلب منها إنه هو مستعد ينقل السلطة للمدنيين. هذا هو التعبير اللي قالوا كده، مع تحفظي أنا على كلمة نقل السلطة للمدنيين، لأنها هي 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 ما دقيقة. المقصود هي نقل السلطة للشعب، وهذا النقل هو يعني سلطة مدنية أو على الأقل خالية من حكومة مدنية. نعم. طيب مجلس الحريق ظرف السنتين وطلب رؤى من الأحزاب إنها تقوله كده. أنا رأيي الشخصي نعم، إنه الفترة الانتقالية مطلوب. رأيي الشخصي إنه هذه الفترة الانتقالية مطلوب تكون فترة عام واحد، وفي خلال هذا العام المجلس العسكري يمثل السيادة ويكون رمز للسيادة، وهو بالتشاور مع القوى السياسية اتفقوا على حكومة مهام محددة مع الله. أوكي. طيب دعني أشرك معي لا لا. نعم نعم. رأي شخصي ذاته. ده رأيي الشخصي. نعم، ده رأيك الشخصي. أنت ترى ذلك. أيوة نعم، ده رأيي الشخصي. نعم. أنا هنا ما جيت حتى أتحدث برؤيك الشخصي الآن كمحامي، كقانوني، كبرلماني. أيوة. سابق. بالإضافة. نعم. إلى أنه سلطة التشريع أيضا يمكن أن يتم التشاور مع القوى السياسية باختيار مجلس تشريعي انتقالي. بس سناتي الى مجلس التشريعي. استاذ صادق، استاذ صادق داير اشرح. نعم، بعد تشرح قبل ما تشرح انا اديك سؤال. طيب. ممكن تشرح واعطيك راي. نحن بنعتبر انه او المراقب الان في الساحه السياسيه المجلس العسكري تحدث عن اداره البلاد في هذه الفتره، وايضا هنالك حديث عن انه ربما يكون في حكومه انتقاليه او حكومه مدنيه. هناك بعض الأصوات الآن تنادي بمجلس سيادي خليط ما بين العسكر والمدنيين. طيب هل تفتكر إذا كان تم الآن الانتقال مباشرة لحكومة انتقالية، هل هنالك حوجة فعلية لقيام مجلس سيادي يجمع العسكر والمدنيين؟ طيب أولا خليني أول حاجة أحيي كل الشهداء اللي سقطوا في ثورة. نعم. ديسمبر، بدءا من 13 ديسمبر و 19 ديسمبر الى اللي هي 22/4. انا ايضا احيي، خليني احيي شهداء سبتمبر، وانا ايضا احيي والشفاء للجرحى. والشفاء للجرحى احييهم تحيه صادق، لانه الناس اللي ماتوا دي الناس، انا وناسي انا منهم. وناسي انا استاذ امين. وخليني احيي الملايين من الناس المعتصمين الآن في الميادين في باحة الاعتصام الرئيسية في القيادة العامة، يعني الثوار اللي صنعوا التغيير الحقيقي في بلادنا بعد أن سرق الآخرين أكثر من 30 سنة من عمرنا. اثنين، أنا لا أتحدث الآن الكلام الدائر أقوله، ده ما كلام الشخصي. أنت موجود عندنا أساس هنا بحكم أنك محامي بصفتك الشخصية. اسمع كلامي لو سمحت أستاذ عوض. تفضل. كلام الدائرة أقوله ده أنا، ده ما رأيي الشخصي. أنا متبني
راي مجموعة من ملايين. نسمع منك ما في مشكلة. كلام الدائرة أقوله ده أنا تبنيته. رأي ناس تانين تبنيته. أقول لك الآن في مسألة الحكم الانتقالي وما الحكم الانتقالي. في قوى سياسية ومدنية، أحزاب سياسية ومهنيين ومدنيين، منظمة مجتمع مدني وخلافه، تدارسوا الموقف عبر 30 عام من التخريب اللي حصل اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا اجتماعيا، وقالوا عشان نحن نقدر نزيل ونصحح هذا التخريب ونصلح البيئة الوطنية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا نحن قد نحتاج على أقل تقدير إلى 4 سنوات. ولذلك عندما جاءت الفترة الانتقالية وقالوا 4 سنوات، المسألة ما مسألة مزاجية. لكن أستاذ ساطع على مدى تاريخ لحظة بس أديك على مدى تاريخ الفترات الانتقالية في السودان كانت أقصاها عامان أكمل لك الفكرة. وتم انتقال في عام واحد فقط، ما الذي يجعلها الآن 4 سنوات؟ خلنا أكمل لك الفكرة. نعم. إنه حجم التخريب 30 سنة، الفترات اللي كانت عام عام حجم التخريب كان 1.6 سنين. ماذا تعني بالتخريب؟ بالله ما فهم انت. لا لا ما انا بتحدث، انا بتحدث عن انتقال لقوة سياسية من فترة عسكرية الى حكومة مدنية. انا ما بتحدث عن التخريب في الدولة السودانية او الفساد او خلافة قضايا اخرى. نعم. ولذلك لما قلنا 4 سنوات نحن تدارسنا التجارب السابقة في اكتوبر لما كانت سنة، وفي 85 لما كان السنة، هل السنة كافية لإعداد الحركة السياسية والبنية التحتية السياسية عشان تخلق بعد ذلك توصلنا الانتخابات يمكن أن تكون انتخابات حرة ونزيهة؟ لقينا إنه الكلام ده ما بيحصل. ولذلك عندما جاءت ال4 سنوات جاءت ال4 سنوات نتيجة لدراسة شديدة وتمحيص. وهل هذه الدراسة غير قابلة في أن تسمع رأي الآخر؟ هي تحديدا فقط 4 سنوات كما طرحتم أنتم، والمجلس العسكري طارح 2 سنين، في قوة سياسية طارحة 1 سنة، ما الذي يجعل تكون في مساحة مشتركة بين هذه الرؤى كلها؟ طيب الآن لما قلنا 4 سنوات نعم، إنه عايزين وفي ال4 سنوات إحنا عايزين نعمل 1 2 3 4، عندنا برنامج بتاع بديل ديمقراطي، عندنا إعلان دستوري انتقالي، عندنا البرنامج الإسعافي، دارين نعمل الحكاية دي في 4 سنوات. ده كان برنامجنا اللي نحن نزلنا به عشان للجماهير، وده البرنامج اللي ثارت وتلتفت حول الجماهير ووصلت الثورة إلى منصة الانتصار. عشان كده بقول لك ال4 سنوات الآن. طيب دعني أنا حاتي الأربع سنوات. أنا حاتي الملايين. حاتي الأربع سنوات. أنا بتحدث الآن عن إنه المجلس العسكري هو تحدث عن حكومة مدنية ستتم ترتيباتها مع القوى السياسية الموجودة. سألتك سؤال محدد، هل هنالك فعلا داعي لقيام مجلس عسكري مدني مختلط، ولا نمشي في إطار المجلس العسكري الحاكم الآن؟ طيب. نتحدث عن حكومة انتقالية. طيب. إحنا قلنا أصلا المجلس العسكري الآن مهمته نعم. أن يحكم نعم. مهمته أن يحكم يحقق الانتقال، وإن نعمل نحن مجلس عسكري ونعمل مجلس سيادة مدني. يعني أشكال الحكم في ال4 سنوات فيها 3 هياكل دستورية. الهيكل الأول هو المجلس السيادي مدني، والمجلس الوزراء بصلاحيات تنفيذية واسعة، والبرلمان التشريعي. ده المفترض أن يكون. على المجلس العسكري الآن أن يساعد ويحمي هذا الانتقال بتكوين وتأسيس، مش هو حقيقة، هي قوة الحرية والتغيير هي اللي بتملأ هذه الخانات وبتملأ هذه الهياكل، ومن ثم تنتهي مهمة المجلس العسكري. وين باقي القوى السياسية أستاذ ساطع تتحدث عن حقوق الحرية والتغيير؟ وين القوى السياسية الموجودة في السودان؟ وين الحركات المسلحة؟ سؤال جميل. سؤال جميل. الحركات المسلحة موجودة قاعدة معنا في خلافة التي هي معكم في سابقا. أنا عايز أقول لك كلام الحرية والتغيير. طيب الآن البرنامج إذا كان حزب المحافظين برنامج فاز، هل حزب العمال بيكون موجود؟ ما بيكون موجود، لكن ده لا يعني إقصاء حزب العمال. البرنامج الفاز الآن هو برنامج الحرية والتغيير. طيب دعني بس أتملك الفكرة دي لازم. هو البرنامج الفاز، البرنامج الفاز الآن هو برنامج الحرية والتغيير. محمد حتى أنا فوز، لكن أستاذ الآن ما في آلية فوز. الآن هنالك خروج للشارع وإنغام على المغادرة وحصل انقلاب عسكري. البرنامج ما حصل انقلاب، البرنامج الفاز هو برنامج الحرية والتغيير، هو برنامج الشعب
الشعب ده كله طلع بعيد البرنامج. يعني الشعب كله حريه وتغيير. حريه وتغيير. اوكي. ولذلك البرنامج الفاسد هو عليه ان يشكل حكومه قادمه. انا بجيك راجع. بعد اربع سنوات القوه الثانيه احنا قلنا فيها ما بدنا ننتقل القوه الثانيه موجوده وشغاله. وعليها ان تخوض الانتخابات. سمعنا رايك سمعنا رايك استاذ بروف ياسين. دقيقه استاذ جميل لحظه استاذ جميل لحظه بروف ياسين كثير لحظه كثير من الاحيان الساحه السياسيه تتحدث عن دستور. الان في ناس بتحدث عن ترميم دستور 2005 في ناس بتحدث عن دستور جديد. الان المجلس العسكري طلب من القوى السياسيه في انها تدفع برؤاها حول الدستور او حول المرشحين. الناطق الرسمي او رئيس المجلس العسكري بيتحدث انه وصلتهم حوالي 100 رؤية مختلفة. كيف يمكن ان نتفق كلنا كقوى سياسية على دستور انتقالي او من الباب اول ان نعمل هذا الدستور بعد الفترة الانتقالية؟ كيف يتم صناعة هذا الدستور؟ في هذه الفترة لا يمكن التحدث عن دستور لانه الدستور بوضع بإحدى طريقتين. نعم. إما عن طريق الجمعية التأسيسية والنظام الديمقراطي او عن طريق ليان سياسية وفنية ثم يعرض للشعب. نعم. في الفتره دي لا يمكن نتكلم الا عن وثيقه دستوريه. نكتفي هذه الفتره بالوثائق الدستوريه مجرد ما تجي الانتخابات. أيوة. الناس يعملوا لجنه تعمل مسوده. نعم. وتعريضها على الجمعيه التاسيسيه وجمعيه التاسيسيه تجهيزها باغلبيه في امريكا باربع ثلاثه اربع لخمس في اليابان باربع لخمس في امريكا ثلاثه اربع. مشكله السودان مشكله دستوريه. قوه الولايات المتحده الامريكيه قوة الولايات المتحدة الأمريكية يا عوض ليست في سلاحها وفي دستوره وفي نظام الفيدرالي وفي نظام الرئاسي. نعم. فالدستور الأمريكي كله سبع مواد بينه كان 51 ولاية اتفقت على سبع مواد. ما الذي يمنع الناس الآن يعني اتفق على الدستور المرتقب؟ ما أقول دستور دائم. نعم. الدستور المرتقب أصله ليجي بعد حكاية الانتخابات وبعد الاستقرار السياسي حتى أي بعد ذلك المسودة الدستور لجنة فنية تشكل ثم تعرض على الجميع. أستاذ أمين بس أرضي حاجة واحدة إنه المجلس العسكري الآن هو السلطة الدستورية. هو السلطة الدستورية. وأي كلام غير من ناحية الدستورية يكون فيه يكون ما في دستور في البلد. نعم. طيب أنا داير أقول حاجة. نعم. أولا يعني بالنسبة للثورات الكبيرة في التاريخ الثورات العظيمة الشعبية الهائلة اللي ثورتنا اللي حصلت دي يعني. والأخ المتحدث يرى إنه هذه الثورة هي يعني تفجرت وفق برنامج قوة التغيير. هذه الثورات العظيمة أصلها ما بتنتظر سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة. هي مباشرة بتطرح دستور على الشعب وبفوزه. الثورة الإيرانية حصلت في عام الأول، الثورة الفرنسية، الثورة المصرية الأخيرة دي لما كان اختلافنا معاهم كده. ما في ثورة شعبية ضخمة بتقوم بتأجل دستورها لسنوات. فإذا كان قوة التغيير الآن هم بيروا إنه عندهم دستور انتقالي، وأنا شخصيا أرسلوا لي وعلقت عليه يعني دستور الفترة اللي كنت حجيبه معي. خلي يطرح هذا الدستور الآن على جماهير الشعب السوداني وجماهير تجيزه ويحكموا بهذه الصورة. لكن إنه يقولهم يسلمون السلطة ويحكموا اربع سنوات. ما خلاص دعنا استاذ امين نعتبر انه دي رؤيه بتاع تفاصيل محدد. اوكي رؤيه بتاع تفاصيل محدد انه لا من ناحيه احنا بنتحدث عن قانون دستوري ونظم سياسيه من ناحيه دستوريه عن ثورات. نعم. ده ما بيحصل كده يعني. نعم. ما بيحصل اما انه الثوره تصنع دستورها مباشره وتفرز قياداتها. نعم. او تعترف انه الذي حصل هو ثوره وانقلاب وهو واحد من الصور التقليدية اللي مرت على تاريخ السودان الحديث ويتعامل على هذا الأساس. أنت طرحت سؤال مهم جدا في حكاية الخلطة دي، الخلطة بتاعت المدني والعسكري. أيوة. دي حصلت لما قوة التغيير قامت بإنقلاب بعد أكتوبر عملت مجلس قيادة الثورة لكن دخلت فيه مدني واحد اللي هو السيد بكر عوض الله. لو أصل أساسا مجلس مكون من الشيوعيين ومكون من القوميين العرب وفقط يعني. هذا المجلس أدخل فيه نائب رئيس مجلس قيادة الثورة مدني وكان رئيس للقضاء سابق. الحصل شو؟ الحصل ما مضى سنة رجل بعقليته السياسية والدستورية والقانونية اختلف معهم يعني، والشيوعيين في داخل المجلس تضامنوا مع نميري وأطاح به. دي تجربة مريرة جدا جدا. لكن ما مضت فترة
بتاعة سنتين إلا والرئيس جعفر النميري بمساعدة المجموعة الثانية بتاعة القوميين العرب ضرب الشيوعيين. نعم. وأبقى معه مجموعة القوميين. هذه الخلطة ما مفيدة. أنت ما تخلط العسكريين والمدنيين إلا كان في جهاز تنفيذي ممكن يعني تعيين وزير للدفاع وزير للداخلية وكذا. لكن ما في مجلس سيادة وفي سلطة تشريعية عليا الجيش جيش. نعم. الجيش جيش له مهام واختصاصات. طبيعة الأشياء في تختلف مدنيين وفي جيش. فترة سنة أو سنتين كفترة انتقالية خلي الجيش يؤمن البلد ويقوم بأعمال السيادة وخلي المدنيين في هذه الفترة المحدودة يقوموا بترتيب أوضاع الفترة الانتقالية حتى ينقلوا السلطة للشعب بطريقة سلسة وفيها تفويض كامل. هذا التفويض الكامل هو اللي أنت من خلاله ممكن تنفذ برنامجك. يعني هسه معقول الناس الموجودين معتصمين في قدام القيادة العامة دي قروا الدستور بتاع الانتقال بتاع الحرية والتغيير ما في زول قروا ولا بيعرف عنه حاجة ولا الناس طلعوا من الناس طلعوا الشعب السوري طلع ضد الظلم وطلع بتدفعوا أسباب غير الأسباب بتاعت هذه المجموعة. فمصادرة حق الناس واستهياش الناس مسألة ما كويسة. كويسة. دعني أشارك الأستاذ ناصر أستاذ ساطع عفوا للمرة الثانية. أنا أقول لك ناصر أنا لا أدري من أين أخذت هذه الخلطة. تتحدث عن إنه الحرية والتغيير لها دستور ولها شرعية من الشعب والبرنامج برنامج الحرية والتغيير. أنا ما داير أخوض في مسألة من هو الذي يمكن أن يتحدث باسم الشارع الآن. أنا أتحدث الآن عن فترة إشكالية كبيرة جدا دستورية كيف تعالج هذه الإشكالية. هنالك وثائق الآن وصلت المجلس العسكري حوالي 100 وثيقة ممكن يكون فيها جزء منها دساتير مقدمة. حتى الدستور الانتقالي اللي وضعته القوى السياسية أذكر سابقا ممكن يكون إلى حد كبير هو جزء من هذا التدافع. ما الذي يمنع في أن تتوافق كل القوى السياسية في السودان الآن نحو إجراءات محددة يتم فيها الانتقال مبدأ للفترة الانتقالية اللي أنتوا ذكرتوها 4 سنوات وآخرين ذكروها 2 سنين وآخرين ذكروها 1 سنة. القوى السياسية فعلا توافقت على ذلك. نعم. البرنامج الآمدة هو الحرية والتغيير تواثقت عليه القوى السياسية لأنه أصلا كل القوى السياسية في السودان. طيب القوى السياسية دي جزء منها كان موجود داخل النظام البائد كما سماه السيد المحترم الآن واللي هو كان نائب عام. ماذا تعني مشاركة القوى السياسية في برنامج يبقى هل هذا يصادر حقها في عملية سياسية؟ هل هذا استاذ امين؟ نعم استاذ امين. استاذ امين. استاذ امين. نائب عام محترم استاذ ساطع. كيف تصادر يا استاذ ساطع الحاج؟ كيف تصادر حق القوى السياسية في الساحة في انها لا تتحدث بقدر ما هي تصبحية رهينة للاوراق التي تقدم من الحرية والتغيير؟ لم أصادر حق اي قوة سياسية. انت الان تنفي حتى قوة سياسية مشاركة في الحكومة ينبغي لا تكون جزء من الساحة السياسية. لم. وهذا كلام لا يسد منطقة. المجلس العسكري ذاته كان قلت كلامك. نعم. قلت كلامك. طيب. لم أصادر حق اي قوة سياسية. نعم. الان المؤتمر الوطني داري يفتح دوره ويشتغل بوفق القانون المجلس العسكري ما بيشتغل المؤتمر الوطني الان. ممنوع ومحظور تماما. تمام برنامج الحرية والتغيير. نعم. نحن في برنامج الحرية والتغيير أصلا مش ده المؤتمر الوطني. لا عندنا فكرة نحل المؤتمر الوطني ولا عندنا رؤية لحل القوى السياسية أو إلغاءها أو إقصائها. ده ما تفكيرنا. نعم. بأي حال من الأحوال أي شخص ارتكب جريمة يعاقب يحاسب ويقدم إلى محاكمة عدلة. نعم. دي رؤيتنا نحن. أوكي. كلام تمام. يبقى دلوقتي أنا عندي تفويض التف حول الملايين وانا من ضمن الملايين اللي تفين حول التفويض بتاع هذه القوى السياسيه الموجوده يا استاذ ساطع هي جزء من هذا التفويض الشعبي زي الميدان طيب. الموجود الان تشترك فيه كل القوى السياسيه من اقصى اليمين لاقصى اليسار. هو الضيف منهم؟ الضيف انا ولا الضيف انت؟ ضيف انت تفضل. طيب ما تديني فرصه. كويس. فلما نيجي نصنف القوى السياسيه حتجي في السودان ده حتلقى انه القوى السياسيه عندك 102 من الاحزاب كانت مشاركه ما يسمى ب الحوار الوطني. دي ده تصنيف ايضا دي جزء من القوه اللي نحن الشعب سار عليها عشان يسقطها. هتجد انه في مجموعه ايضا من الاسلاميين
كانوا مشاركين في السلطة كقوة سياسية، كلهم موجودين في الساحة. ابتدينا نحن جزء من الجماهير صار عشان تسقط هذه القوة. حركات مسلحة مشاركة في السلطة. يبقى دي جزء من الجماهير اللي طلعت من عشان تسقط المجموعة دي. يبقى القوة السياسية 102 حزب زائد مجموعة من الأحزاب الإسلاميين زائد بعض الحركات المسلحة اللي كانت كلها منضوية تحت ما يعرف بحكومة الوفاق، دي واحدة من الحكومات أو المظلات السياسية اللي الحكومة التغيير الحرية والتغيير الآن جماهيرة صارت كان تصيدها هي. في قوة سياسية تانية ما كانت جزء من النظام ده بأي حال من الأحوال، القوة السياسية التانية ما كانت جزء من النظام ده معظمها تحالف فيما سميناه تحالف الحرية والتغيير. إذا في قوة سياسية خارج المنظومتين ديل من حقها تشتغل. ما قلنا الحرية التغيير نفسها ما قلنا الحرية التغيير نفسها الحرية التغيير نفسها فيها عناصر يا استاذ ساطع هم جزء من النظام السابق ده موجودين تولوا في فترات قريبه صادع وزعان. انا لم اشارك في لحظه لحظه استاذ زمين استاذ زمين معلش استاذ زمين انا على سبيل على سبيل على سبيل القطع على سبيل القطع نعم الناس الموجودين في ميثاق المنظمين تحت الحريه والتغيير إذا شاركوا في يوم من الأيام شاركوا بموجب اتفاقيات المؤتمر الوطني ذات نفسه أول اللي هي أصلاً نفاشة واتفاقية القاهرة هي هي في النهاية ساطع مشاركة عشان ما نأخذ فيها الزمن ما هي في النهاية مشاركة سواء كانت عبر اتفاقيات أيضاً القوى السياسية التي تتحدث عنها الآن هي شاركت وفق عملية حوار اتفاق بينه وبين عشرات القوى السياسية الأخرى. دعنا نخرج من هذه النقطة، هذه ليست نقطتنا أستاذ أمين، أستاذ أمين، أوكي. نحن نتحدث الآن عن التحول الدستوري، أستاذ أمين بجيك راجع. بروف ياسين. لابد من وجود زي ما ذكرنا التشريع. هل نحن محتاجين فعلاً لجمعية تأسيسية في هذه اللحظة في أنها تقوم بالتشريع ومراقبة المجلس العسكري ولا الحكومة الانتقالية القادمة ولا زي ما ذكرت قبل المجلس ممكن يقوم الآن بكل السلطات التشريعية والتنفيذية؟ نعم نعم الآن المجلس بيقول زي ما قلت بيعمل مراسيم هذه المراسيم إما تتعلق بشؤون الحكم تعتبر مراسيم دستورية أو بقرارات أو أمراض تكون هي سلطة تنفيذية. في الوقت الحاضر أنا كنت أتوقع إنه حتى ولاية مجلس بتاع 121 في الفترة الانتقالية دي المجلس زي ما عملنا مع أسوار الدهب مجلس الوزراء مع المجلس العسكري يصدر التشريعات والفترة الانتقالية تمشي حسب الظروف يعني قد تكون سنة قد تكون سنتين قد تكون أربعة يخلها للظروف بمجرد الحكاية دي ما استقرت بعد ذاك حتى طيب ما الذي يمنع قيام جمعية تأسيسية سواء كانت من تكنوقراط أو بتمثيل من القوى السياسية؟ لا 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 جمعية تأسيسية تأتي بالانتخاب أقصد مجلس معين مجلس تشريعي معين أقصد يعني لا يسمى جمعية مجلس تشريعي معين يتعين لا نعم ده مجلس معين لكن الجمعية يمكن عين مجلس معين في الفترة الانتقالية دي ولا ما في ضرورة لا ممكن يعمل للمساعدة ممكن يعمل ما في مشكلة بس أول حاجة أخرى ده أول حاجة مهمة جدا كانت تطلع على برنامج الحرية والتغيير لا لا أنا تحدث عن برنامج لما عشان ده اصلا ده البرنامج الفايز والبرنامج بيمشي لما معليش استاذ ساطع يعني وده فيه برلمان يا استاذ ساطع كما تطرح انت البرنامج الان للحريه والتغيير هنالك قوى سياسيه تطرح برامج هنالك القوى السياسيه هنالك قانونيين الان واكاديميين يطرحون ايضا برامج القوى السياسيه انت قبلت دعا الشارع هو اللي تحدث عن القوى السياسيه انهزمت الان اوكي القوى السياسيه اللي خلاص تنتظر لحد ما يحصل تعديل انت ترى ذلك مش انا ده الواقع اوكي ما خليش استاذ ساطع عشان ما تفضل حق الاخرين انت ترى ذلك دعنا نجعل القوى السياسيه كيف القوى السياسيه الان انهزمت الثانيه دي بعد ما انهزمت خلينا تفكر في إن هي تفكر في ذات نفسها الآن يتحدث مع المجلس ما قلنا لك أنا المجلس الانتقالي الآن أو المجلس العسكري يتحدث معه خلينا نشوف ممكن توفق أوضاع كيف ده ما كلامنا الآن بنتحدث عن هذا عن هذه الفترة تحديدا كلام جمعية تأسيسية لحظة ما طلعت على برامج الحرية والتغيير أنا بسأل السؤال أنا بسأل زول مختص الآن في القانون الدستوري أستاذ أمين لو افترضنا أنه هناك حاجة ماسة زي ما ذكرت الأستاذ الآن لقيام هذه الجمعية وسط الخضم الكبير الآن سواء كان حركات مسلحة موقع على السلام أو حرية وتغيير أو أحزاب موجودة ما معترف بها أصلا أو مجلس عسكري كيف الآلية شنو ممكن نتخذها في هذا الاتجاه عشان ما نكون مجلس تشريعي يكون مساند لو أنت أصلا بترجح هذه الفكرة طبعا الحديث عن جمعية تأسيسية ما وارد
جمعية تشريعية ما تأسيسية. تؤسس لي وضع الدستور. تدي تكون بعد الانتخابات. بعد الانتخابات العامة والحرة والنزيهة وكذا. أما سلطة التشريع في الفترة الانتقالية هذه حسب الرؤية اللي أنا براها وكذا هي في حالتين يعني. الحالة الأولى إنه المجلس العسكري الحالي بالتوافق مع القوى السياسية يختاروا جسم تشريعي أتمنى أن يكون صغير يعني ما كبير وهو يعني يقوم بعملية التشريع ويصادق عليه المجلس المصادقة على التشريع بصادق عليه المجلس العسكري الانتقالي باعتبار أنه سلطة سيادية ديل بيشرعه وديل بيصدقه لكن الابتدار من حكومة الحكومة التنفيذية مش كده الكابينت يعني التشريع بيبتدر في الحكومة المدنية اللي هي مشكلة بذات التوافق وبيمشي باعتباره مشروع قانون لهذا الجسم التشريعي والجسم التشريعي بعد ما يجيزه يودي له المصادقة وهكذا العملية التشريعية كل الناس بيكون اشتركوا فيها أو الخيار الآخر واللي أنا يعني ما اتجهت له هو إنه في خلال الفترة الانتقالية والتي آمل أن تكون سنة التشريع يصدر بإعلان دستوري أول حاجة المجلس العسكري يعمل إعلان دستوري يحدد فيه صلاحياته وسلطاته ومن ضمنها تكون سلطة التشريع بمراسيم لمدة هذا العام وهي يستقل بهذا ويترك الأحزاب تصلح أوضاعها وتوفق أوضاعها وتستعد للانتخابات وكذا وما تشغل نفسها كثير بقضية الحكم شوف يا استاذ عوض انا لا ما حسب في ناس انا لو اصلا اقبل انا لن اقبل انك تجيب لي الفلول بتاعت النظام السابق عشان يروجوا لفكره المجلس العسكري انه مجلس السياده الرؤيه واضحه جدا المجلس العسكري عليه ان يؤمن الانتقال الى السلطه المدنيه والمجلس السياده المدني هو المسؤول من ملء الهياكل الدستوريه ومن تعيين البرلمان التشريع المؤقت انما برجع لك عشان يروجوا لي جايبوا لي البرنامج ده عشان يروجوا الفكره زي دي هو لو كان عنده عمار كان عملوا في السودان من 30 سنه يا اخي ولا دقيقه ثانيه ولا لحظه ثانيه ما بقول معك في البرنامج ده ما بقول معك في البرنامج ده البرنامج ده اذا دي تعامله عشان تروج المجلس العسكري عشان تروج المجلس العسكري تكون غلطان انت وضيفك الجاي ده جاي الآن داير يروج للمجلس العسكري كمان داير يروج للمجلس العسكري أفكارك كانت واضحة وكانت مجلس سيادة مدني مجلس سيادة مدني مجلس سيادة مدني طيب ما فيه عساكر حتى لا يغلش ولا فيه يحزن أنا ما أنا أشوف أنا أمسوري ما بقدر أستوعب العقل مستحيل تاني لأنه ده أنت جاب أنا لو كنت عارف أصلا أنا ما قلت كده أنت قلت الحرقة دي حقها أكاديمية هنتكلم عن الدستور لكن تجيب لك فلوس النظام تجيب لك فلوس النظام عمره 30 سنة على تكسيره عشان يروجوا لي للمجلس العسكري أنا أفكاري واضحة جدا أفكاري أفكاري الملايين وأنت صاحب هو سياسي أنا أولى بهم مرحبا أعزائي المشاهدين عدنا والعود أحمد في هذه المساحة التي نتحدث فيها عن الإشكالات الدستورية في الفترة الانتقالية ونواصل ما انقطع من حديث إن كانت الحلقة بها شيء من الحرية هي من قناة الحرية والجمال هذه القناة التي أتاحت مساحتها وأبوابها للجميع وحاولت أن توفق بين كل الرؤى الموجودة في الساحة السياسية وهي منبر الآن حقيقي للحرية والجمال والديمقراطية لكن ربما يكون الأخ الذي كان على يساري الأستاذ ساطع الحاج لم يحتمل واستأذن خرج من السيارة لكن سنواصل انقطع من حديث مع ضيفي العزيزين بروف ياسين عمر يوسف وأستاذنا أمين بناني بروف ياسين تحدثنا كثيرا عن مسألة المجلس العسكري والانتقالي ممكن أن تكون هناك جمعية تأسيسية وخلافه دارين نشوف الآن كيفية المؤسسات التي ممكن تكون مركزية
المؤسسات المركزية تنسحب عليها مؤسسات ولائية بحكم أن هناك ثلاثة مستويات الآن في الساحة، مستوى مركزي، مستوى ولائي، مستوى محلي. طيب كيف نربط بين هذه المستويات الثلاثة في ظل الفترة الانتقالية هذه بذات المراسيم وفي عدد في عدم وجود دستور واضح زي ما ذكرت واعتمادا على مراسيم رئاسية وجمهورية؟ الحقيقة الواضح أنه المجلس العسكري ما فتد على العملية دي، قام عين الحاميات العسكرية بدلا من الولاة اللي كان عينهم الرئيس المخلوع. نعم. هذه الولاية هذا يعني بقى من مركزي انتقل إلى ولاية بالنسبة للعساكر الحاميات العسكرية الموجودة في الأغاليم. الحاميات دي قامت الرؤساء قاموا تولوا أعمال الوالي وقاموا ينزلوا قراراتهم للحكم المحلي للولايات. نعم. للحكم المحلية. نعم. يعني الأمر أصلا باش متناسق، يعني قرارات المجلس العسكري الانتقالي تنتقل إلى الولاة الذين عيون ويشتغل تنتقل إلى الحكم المحلي. في هذه الحالة حتى لو ذهبنا على أساس أنه تكون جمعية مثلا تشريعية على المستوى المركزي في ظرف فترة انتقالية، نعم، هل بذات الكيفية يمكن أن نتعارف أيضا على مجلس تشريعي ولائي؟ نعم. أو مجالس تشريعية محلية؟ نعم. شو نحن كان في رأينا ذاته يعني أنا كنت رئيس لجنة كوالية الأمم المتحدة مشينا نبشر الولايات بكيفية طرد الدساتير. الآن من التجربة دي تبين لي أنه الدستور القومي يعمل باب للولايات، يعني ما في ولاية تكون عندها دستور. نعم. تكون تصدر قوانينها أوامرها لكن ما تعمل قوانين، يبقى الدستور القومي ده متضمن باب كامل للولايات حتى لا تكون هناك دساتير. نعم. ما زي أمريكا المتحدة بالضرورة هذا الباب هو يمثل كل الولايات الموجودة في السودان، كيفية المجلس التشريعي وكيفية اختيار الحاكم وهكذا. وهل هذه التجربة سبقت في دساتيرنا الموجودة في السودان منذ الاستغلال حتى لا 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 ما سبقت. طيب إذا كان فعلا هذه التجربة ممكن إلى أي مدى ممكن تعتمد القوى السياسية الآن في إطار الانتقال ده بحكم أننا دائما بنحاول نرغب التجربة الدستورية؟ بكل أسف كثير جدا من القوى السياسية أيا كان نوع بيتكلموا كلام ما دستوري إطلاقا. نعم. ودي المشكلة الكبيرة، يعني أسلم تقول لي تعمل لي مجلس سيادي وفي مجلس عسكري ده هو السلطة السيادية الآن بعد ما يتعامل الحكومة القومية الحكومة الانتقالية ويعني تجل الانتخابات هنا المجلس العسكري بيكون مدمتات. بعد ذلك يعملوا مجلس سيادة يعملوا مجلس تشريع. الزمين دائما وابدا الفترات الانتقالية بتكون هي فترات بتهدف لإزالة الاستبداد العسكري والظلم ربما يكون الذي تحدث عنه ضيف السابق، وأيضا هنالك كثير جدا من المسائل التركة ممكن تكون تقيلة يعني قد لا تزول خلال فترة شهر شهرين ثلاثة، وبالتالي كانت الفترة الانتقالية لمدة عام أو أربع أعوام للخلافة. كيف يمكن أن نحقق هذا الانتقال السلس في ظل التراضي مع كافة القوى السياسية حتى لا ندخل في مسألة أن هنالك دولة عميقة أرادت أن تستأثر بالثورة أو هنالك أجسام سياسية أرادت أن تقفز على الثورة لسرقتها، يعني كيف نوفق بين هذه الأمور؟ أنا لاحظت طبعا المجلس العسكري في بيانه تحدث عن اقتلاع النظام السابق. هذه عبارة ما مر عليها ساكن. هو عدد أنه يقتلع النظام السابق. يأتي من بعد ذلك يحقق مطالب الشعب في أنا ما أقدر أتكلم كلمة التطهير ولا لكن لابد إنه هو يبدأ في تصفية كل مؤسسات النظام القديم وقد بدأ فيها بالفعل، ومن الأحسن إنه هذه التصفية يقوم بها المجلس العسكري لأنه هو الجهة المنوط بها والشعب يثق فيها، لأنه هذه العملية لو بتقوم بها أحزاب تانية بتاخذ بعد آخر. يعني لو سلمت السلطة لأحزاب التغيير وخلافه هي اللي بدأت تصفي تحصل الخصومات السياسية ونحن نخش في مشاكل تانية. فالمفروض المجلس العسكري هو يمضي في اقتلاع النظام كما جاء في بياني، وعندما تقوم الحكومة المدنية
المجلس التشريعي. وهل هذا الاغتلاع المذكورة والتصفية هي دائما لا خلاف انها تستمر في سنوات، هل هي وظيفة بيقوم بها المجلس العسكري نفسه ولا هي وظيفة ممكن تقوم بها الحكومة؟ لا سميناها انتقالية او حكومة. هي مؤسسات الحكم الانتقالي كل فيما يليه. نعم كل فيما يليه، يعني المؤسسات السيادية مجلس الانتقالي. لكن لابد ان تكون هذه العملية في حدود صلاحيات الفترة الانتقالية. نعم. لأنه لا يمكن أنك أنت يكون ما عندك تفويض تقوم تهدم. نعم. تهدم عشوائيا كما كما تشاء. هذه المسألة لابد أن ودي الخطورة اللي ممكن تكون إلى حد كبير. نعم. الحاجة الثانية اللي أنا عاوز يعني أنبه لها في سياق الكلام اللي هسه دار بينه، وأنا لا أريد أن أتحدث. نعم نعم. هذا انسحب تماما يعني من هذه الجلسه، ما كنت اود اتجه في هذا الاتجاه. انا اعتقد انه الفتره الانتقاليه واللي انا ارى انه مدتها ما تتجاوز سنه فيما يتعلق بالحكم الاتحادي، لانه مكسب كبير للجمعيه السودانيه وللشعب السوداني، والدستور الان قد علق. انا كنت ارجو انه لو ان المجلس العسكري الانتقالي يعني يصدر مرسوم دستوري يؤكد فيه استمرار الحكم الاتحادي، لأن الدستور علق. فإحدى أن تطمين يعني في الإعلان الدستوري اللي أنا قلت يعمل المجلس الانتقالي، هذا الإعلان الدستوري يتضمن مرسوم خاص يتعلق بالحكم الاتحادي، ولكن ده لا يعني إنه كل مؤسسات الحكم الاتحادي تمضي كما كانت عليه سابقا. نعم. لأن هنالك ملاحظات كبيرة جدا قبل الثورة من كل القوى السياسية إن الطريقة اللي ننفذ بها الحكم الاتحادي محتاجة لمراجعة. شابها كثير من الأخطاء والمشاكل. يعني يصدر مرسوم دستوري يسمى المرسوم الدستوري الرابع ولا الخامس، يسمى المرسوم الدستوري الخاص بالحكم الاتحادي، يطمن الناس سياسيا ودستوريا يثبت قواعد هذا الحكم، ويترك للأحزاب السياسية والحكومة المدنية التي كيفية معالجة الخلل قدر ما تستطيع في الفترة الانتقالية، ونترك هذه المسألة لبناء حكم فيدرالي رشيد. طيب وده ما نص عليه المرسوم الرابع في 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 الانتغاز نص على هذا. طيب بروف ياسين، معروف انه او من المعلومه حتى الديمقراطيه الثالثه اتسمت كده بعدم الاستقرار، تجد شكلت فيها حوالي 5 حكومات ائتلاف في فتره وجيزه 4 سنوات و3 سنوات. بالرغم انه الوقت ده ما كان في احزاب سياسيه بالعدد الموجود الان ولا حركات مسلحه. نعم. طيب كيف تسقط ذلك الواقع على المرحلة اللي الموجودين فيها نحن الآن؟ إذا كانت كونت الآن حكومة من 100 وبضع من الأحزاب السياسية موجودة، حركات مسلحة موقعة على الاتفاق، حركات لم تأتي بعد. طيب شنو الأوفق والأولى في أنه تتعامل هذه الترتيبات حتى لا نشهد هذا الفشل؟ بالذات أنا أتابع خطابات السيد رئيس المجلس الانتقالي بالأمس، يتحدث أنه قال نحن نرجح أو نفضل أن تكون هنالك حكومة تكنوقراط. نعم. هل يمكن حكومة التكنوقراط أن تخرجنا من هذا المأزق؟ ده الحل الموجود الآن نفسه. نعم. لو عملنا حكومات حزبية أو محاصصة مشكلة كبيرة جدا. نعم. تكون الناس كفاءات تكنوقراط والمجلس معهم إلى أن يسوق البلد للأمان، بعد ذلك تبدأ الإجراءات الثانية اللي هي الإجراءات الطبيعية ووضع مسودة للدستور وإجازة الدستور، ثم تجي انتخابات بناء على الدستور، لأن الدستور هو اللي بيحدد النظام السياسي. نعم. فلازم الدستور ده يكون بعد في الفترة الانتقالية وقبل الحكومات الانتخابية. بعد كده الأحزاب كلها تترشح حسب الترشيح ويغير يخفي قانون الانتخابات، وبعد كده يبقى الحكم حكم ديمقراطي غايم على دستور معين، كل ذول عارف سلطاته وين. طيب استاذ امين، لحظه قبل ما تجاوب لي عليه جزء او تعقب على هذا الحديث، معروف انه هذا التحول الان الدستوري الذي يتم في البلاد هو لم يكن ملك للقوى السياسيه تحديدا الموجوده في السودان، مهما دعينا ان الحريه والتغيير او الاحزاب السياسيه المشاركه كانت في الحوار او الاحزاب الممانعه، هنالك حركات مسلحه موقعه على السلام، هنالك حركات مسلحه لا زالت تحمل السلاح، ابدت بعض النوايا الحسنه في انها قد تلحق بهذه الفتره. طيب كيف نستطيع
تصحب آراء الحركات المسلحة اللي ممكن تلحق بهذه العملية الآن، وفي ظل استعجال كبير جدا من بعض القوى السياسية، في ظل ضغوط عنيفة جدا من عبر الاتحاد الإفريقي برضو للمجلس العسكري نفسه، كيف نوفق في هذا الاتجاه؟ أولا لابد أن نؤمن على نقطة أساسية، إنه هذه الثورة هي ليست ثورة حزبية ولا فئوية، هي ثورة الشعب السوداني، وممكن أسميها بثورة الشباب. ويا ليت لو أن شباب السودان يعني يهتبل هذه النقطة ويتجاوز القوى السياسية كلها ويؤسس كيانات جديدة تجدد الحياة السياسية. أتمنى ذلك. القوى السياسية هي يعني هي ما بتحكم في الفترة الانتقالية، هي الجهة الحاكمة اللي هو المجلس العسكري، هو بتشاور معها في كيفية إدارة الفترة الانتقالية، لكن ما في حزب بيجي يحكم يعني، ولا في حزب مفروض يقدم مرشحين، وزي ما البروف قال ما في محاصصة، دي مسألة حب تكون محسومة. المجلس الانتقالي عندما يقول أن احنا نسلم السلطة للمدنيين سيفيليانس، يعني ما معناه للأحزاب، معناه للحكومة دي تتكون من مدنيين، مدنيين القوى السياسية تضع معايير، حتى معايير عقب ما تودي حتى الترشيحات بتاع أسماء وكده. وبالمناسبة الدخول في التفاصيل ده بولد مشاكل، يعني هذا الجماعة دي هو يعني تأجيل إعلان مؤسسات الحكومة حسب رؤيتهم، والله ما تأجل إلا لخلافاتهم، الخلافات الشديدة اللي اللي ضارباهم يعني. إحنا ما عاوزين القوى السياسية تطمع في السلطة في هذه المرحلة الانتقالية، ما تحكم كده. حبوا نتحدث عن مهام للمرحلة الانتقالية. هذه المهام أولا لابد من الالتفات سريعا لمطالب الشعب الاجتماعية. الشعب ده سار ليه؟ سار لأنه في 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 جوع، في عطش، مرض، تردد بتاع خدمات، في مرض، في فساد، دي واحدة. دي لابد الالتفات سريع يعني. يعني الناس لابد إنه يحسوا إنه في جدية يعني. مثلا ما نقاشات. الحاجة الثانية يعني أزمة السيولة اللي ضربت البلد في هذا الأخير، لابد من الاتفاق سريع بالنسبة لها. في الفساد اللي أنت ذكرته لابد من تشكيل مفوضية محاربة الفساد وبسرعة، لأن هذه المفوضية قانونها أجيز قبل سنة وسنة ونص، مش كده؟ والرئيس السابق خطي في دوريو. الآن المجلس العسكري مفروض ويعين لهذه المفوضية رجال أكفاء وكده، لكن الأهم من ده كله لابد من مراجعة القوانين التي تهيئ المناخ لانتخابات حرة ونزيهة، قوانين متعلقة بالحريات. خذين مركزين عليها شديد، الأمن الوطني، قانون الانتخابات وكذا. بالنسبة للحركات المسلحة، لأول مرة في تاريخ الثورات في السودان تكون في حركة مسلحة جزء من العملية السياسية. زمان أكتوبر وما بعدها كان الجنوب هو اللي قائد الحرب في مواجهة الشمال، وبالتالي ما كان معين بالتغيير اللي بيحصل هنا. لكن الآن الحركات المسلحة هي جزء من نداء السودان، يعني هي سياسياً involved في العملية السياسية، لكن مع ذلك هي تحفظت الآن ما جاءت يعني. وللآن أنا شايف المجلس العسكري ما رسل لها ولا حتى فوضت هي من يتحدث باسمها، قالوا وصرحوا قالوا اللي بيعملوا فيه الناس التانين ده احنا ما فوضناهم. طيب كيف نستصحب رؤاها الآن؟ ما هي الآلية الأمثل؟ المطلوب الآن نستكمل السلام عشان تجرى انتخابات عامة. شوف مسألة إجراء انتخابات عامة ما بتم إذا ما في سلام. ما يتكلم. ولذلك الإخوة في المجلس العسكري لابد أن يذهبوا ويستمعوا لهذه الحركات بسرعة، يعني يجلسوا ويمشوا لها بسرعة. القوى السياسية كلها بما فيها قوة التغيير. أنا برضو أناشد هؤلاء الإخوة اللي بيحملوا السلاح وهم جزء من العملية السياسية، ليه ما يجوا؟ على الأقل يسجلوا زيارة للشعب السوداني ويحيوه ويمشوا محل الاعتصام ده ويجلسوا مع القوى السياسية ويتحاوروا معه، أليس هذا هو؟ طيب دعني أسأل أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، بروف ياسين، القوى السياسية أول حاملة السلاح الآن في القابة، هي في السابق كانت عليها قيود وفق الدستور وفق النظام السابق، الآن زالت كل هذه القيود. هل من ناحية السورية هنالك ما يمنع وصول الآن، ولا تفتكر لماذا إطلاقا يعني أنا تتأخر حتى هذه الوحيدة طالما الصور بتاع الشعب كان هم يعني يتجاوبوا مع هذه الصورة ويرموا السلاح ويخشوا؟ طيب هلا الدخول بيتم مباشرة ولا بالتقدم دعوة؟ لا لا الآلية شنو المناسبة؟ شوف الحقيقة، شوف المجلس الانتقالي ده الشغل عليه كثير، وبعض مرات في أشياء خطأ بتحصل. يعني أسأل ليلى على سبيل المثال، أنت ليه
تمشي على الوفد الأمريكا عشان يتحدث في رفع السلام الأرهاب. ده ما وقته. أمريكا ما بتجي إلا إذا كان جاءت حكومة مدنية وشعرت إنه الوضع صار حتى ما تتنافس الناس. طيب ما من حق المجلس العسكري الآن إنه يفاوض حتى في شأن لا 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 تتسرع. المجلس العسكري في خطوات يعني يقوم بها باتجاه حامل السلاح. نعم. لأنه هؤلاء الناس طبعا علاقتهم على حر مع القوات المسلحة. نعم. مباشرة. هم الآن يعني أيدوا تغيير في السودان. نعم. بل بعضهم يعني الكوماندرز هذا الحلو الحلو أعلن وقف العدائيات عن تحية ودي خطوات كويسة. نعم. المفروض لو في عقوبات كان صادرة ضدهم بموجب القانون الجنائي تسقط. نعم. تسقط. نعم. ويصدر عفو عام والمجلس العسكري يرسل وفد. نعم. للجلوس معهم وينقل لهم رؤيته. نعم. نعم. وكذلك القوى السياسية. نعم. عليها دور كبير جدا جدا في إنها تتجه للإخوة حاملين. نعم. السلاح. ويجوا ويختصروا علينا يعني كل الأمور وإن شاء الله يعني تجرى انتخابات حرة إلى قيام الانتخابات الحرة والنزيهة وتهيئة المناخ السياسي في البلاد سواء كان عبر حكومة انتقالية أو حكومة تكنوقراط أو خلافه. لم يبقى لنا من زمن إلا أن أشكر ضيوفي داخل الاستديو الأستاذ أمين بناني نيو المحامي والبرلماني السابق والنائب العام السابق والنائب العام السابق كما أشكر أيضا سعادة البروفيسور ياسين عمر يوسف أستاذ القانون الدستوري بجامعة النيلين. أيضا يمتد شكري للأستاذ المحامي ساطع الحاج الذي كان يجلس بشمالي وقد خرج منا قبل قليل مغاضبا. إخوتي لكم التحية وأن تحملتونا على في هذه الساعة. لكم الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.